رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، لكن قبل ما نكمل فقراتنا الجميلة والرائعة واللي أدري أنكم تحبونها كثير من برنامجكم سؤال في رمضان، خلونا نروح للشيف عمار ونشوف وين وصل. وين وصلت؟ والله الشيف عمار وصل لبرا الأمانة، الشوربة عندنا صارت جاهزة ومطبوخة عدل. هذه شوربتي ترى. أبشري، جاهزة وحاضرة ومتسبكة كمان. وطبخناها زي ما يقولوا نسبة 70% على أساس الخضروات تكون كمان فريش إلين وقت الإفطار بحول الرحمن. فالآن الوصفة راح نغرفها مع بعض على أساس نستمتع فيها بإذن الله بعد الإفطار. شكلها جميل يا شيف عمار وريحتها الأمانة واصلتنا إلين هنا، ريحتها شهية جدا. عارفة وش ناقصها؟ كرفس. كرفس؟ لا مو كرفس. أنا أحب ملعقة فقط وليمون. كرفس. أنا مشتهية كرفس عشان كذا عطب قلت كرفس. بس كلامك صحيح أودي، الكرفس العادة يكون موجود بس عارفة متى؟ لو احنا ما عملنا الميربوا اللي هو المرقه، بس المرقه حضرناها بالكرفس فيها كل المنتجات. على العموم راح اعطيكم فكره بسيطه عن الوصفه الثانيه اللي هي راح تكون عباره عن سلطه الدجاج بتتبيله الشاورما، راح ناخذ فكره عن مكونات. طبعا جماعه الخير سلطه يعني بتكلم عن مكونات خضراء كثير، نقدر دائما نختار المكونات اللي تعجبنا بالنسبه للخس او الورقيات. راح ابدا بالتعريف، عندي اول شيء ميكس جرينز او خضر او ورقيات مختلفه، عندنا الخس العربي وعندنا الجرجير كمان. بالنسبه للصوص راح نستخدم طبعا فيه اللبن على اساس الشاورما تطلع مرتبه زي ما يقولوا، وعندنا الرمان، عندنا الخردل، حبات الحمص، عندنا الطماطم الكرزيه والمخلل، راح نستخدم البقدونس، وعندنا كمان الطحينه، الشمندر، صدور الدجاج، تتبيله الشاورما الجاهزه، وممكن كمان نغششكم وش هي بعدين. عندنا البصل الاحمر، نقدر نستخدم الابيض او الاحمر او ما الى ذلك، اهم شيء نستخدمه بالطريقه الصحيحه ونقطع بالطريقه الصحيحه. وعندنا كمان الخبز المحمر او المقرمش، وعندنا كمان البطاطس المقليه. بنتكلم عن وصفه ما هي مرة صحية نقدر نقول في حال لو ضفنا فيها كل المكونات، ولكن نقدر ناخذ the best out of it أو أحسن صورة بالنسبة للحمية الغذائية اللي احنا بنتبعها زي ما دكتورتنا الغالية قالت لنا قبل شوي. فنقدر نقول أن الوصفة ما فيها تعقيد. طبعا المقادير موجودة على الشاشة الآن، عرضناها للمشاهدين، لكن أنا حبيت أن يعني أنت جالس ترضي، يعني أرضيت الناس اللي يحبون الدجاج والناس اللي يحبون اللذاذة أو اللي يحبون الأمور الغير صحية أو اللي ما عندهم مشكلة في حال أنهم يعني قاعد تحببهم بالسلطة عمار. صحيح. شكرا لك. قبل ما عمار يبدأ لنا بالوصفة حقة اللذيذ